مرحبا بكم على مجلة ريجيم سوف يكون موضوعنا في هذه الحلقة عن التخلص من دهون المؤخرة والأرداف في ثمانية أيام دهون المؤخرة والأرداف مع زيادة الوزن باتت مشكلة لا تزعج الفتيات والسيدات فحسب لكنها تؤثر على المظهر العام والقدرة على الحركة بدون رشاقة إضافة إلى عدم الإستمتاع بإرتداء ملابس وسراويل من قياسات صغيرة، والحرمان من المشاركة في العديد من الأنشطة، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في كتلة الجسم الكلية. هناك عدة أسباب لهذه المشكلة، منها: الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر أو التلفاز، الإسراف في تناول الوجبات السريعة، عدم إتباع نظام غذائي صحي. شراء مواد غذائية سابقة التجهيز جاهزة للقلي عدم ممارسة أي نشاط رياضي أو رياضة المشي لذلك تقدم لك مجلة رجيم برنامجا صحي يوصي به أساتذة التغذية والرجيم لخسارة شحوم المؤخرة الزايدة حوالي 6 كيلوغرامات خلال 8 أيام ومع الالتزام الدقيق للوصول للهدف وهو رشاقة المؤخرة ومن أساسيات مكونات البرنامج الشربة الحارقة للدهون وهي سهلة التحضير مكونات الشرب الحالقة وطريقة التحضير 500 جرام من اللفت زائد حبتين بصل زائد خمس فصوص ثوم زائد حبة جزر كبيرة زائد حبة بطاطس زائد باقة من الكرفس زائد باقة من الكزبرة زائد إضافة ثلاثة أكواب من الماء ووضعها على النار حتى تصل لدرجة الغليان ثم تبرد قليلا وتضرب بالخلاط بعد الغلي ويضاف إليها الليمون وتشرب ساخنة. البرنامج الغذائي اليومي ثمانية أيام، وجبة الإفطار بيضة مسلوقة زائد كوب روب أو كوب من اللبن الرايب زائد كوب من الشاي خالي من السكر زائد قطعة من التوست السن المحمص. وجبة الغذاء حبة من السمك المشوي زائد كوب من الشرب الحارقة للدهون. وجبة العشاء كوب من الشرب الحارقة للدهون زائد سلطة خضار مشكلة. وفي حالة الإحساس بالجوع، تناول من اثنين إلى ثلاث حبات من الكمثرى الأجاص، الأكل مسلوق أو مشوي فقط. ملاحظات: ممنوع إضافة الملح إلى الوجبات، وعدم إضافة أي نوع من الدهون مثل الزيوت والزبدة والسمن. يجب ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يومياً، لتحريك عضلات المؤخرة والساقين. يجب ممارسة تمارين المعدة. يجب استشارة الطبيب بالنسبة للحوامل والمرضعات وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري قبل اتباع أي نظام غذائي. بعد الالتزام بهذه الوصفات الغذائية والالتزام بممارسة رياضة المشي ستلاحظين أن الأرداف والفخذين أصبحت مشدودة ونزول بالوزن ملحوظ وتغيير في المزاج العام للأفضل. فضلا إذا عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب لقناة مجلة رجيم ولا تنسى تعمل شير وتشارك الفيديو مع أصدقائك على تويتر والفيسبوك وجوجل بلس انتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله مع السلامة